ننزل الشارع نشوف رأي الناس يا دكتور في الشارع ونرجع تاني نكمل، دي قصة مشاكل نفسية رهيبة. يلا خليكم معايا. ما فيش راجل بيمد ايده على ست، يعني هو مش بيضرب ولا هو محترم وكويس وكل حاجة بنعملها مع بعض بتعاون وباحترام. الست ما تتضربش، ممكن زعلها ماشي، تغضب منها ماشي، ما تكلمهاش ماشي، لكن الست تتضرب لا. لا ماما هتيجي تضربه. ماما هتيجي تضربه، انما بابا هيحل المشكلة عادي جدا. ودي اكيد في حلول تانية غير الضرب، يعني ممكن ان انا مثلا اتعامل، ان انا مثلا اقول لاهلها، ان انا مثلا انصحها، ان انا اقدر ان انا اتكلم معاها في لحظه غضب كده. الواحد لما انت تبقى متنرفز لازم في طرف من الاطراف ان هو يسكت. انا دايما متصوره ان ضرب الزوج لمراته بيكون ليه اسباب ممكن تكون هي جدا المستفزه بصراحه، لان مفيش ابدا اي انسان زي انا كده ممكن اضرب ابني عشان عمل حاجه غلط، فهي ممكن تستفزه، ممكن تكونش عملت حاجه غلط لكن ممكن يكون الكلام ده مش معناه راي جاي جنب الزوج، لا استحاله. انا من وجهه نظري الراجل يضرب مراته ده يبقى نقص منه. هيحاولوا طبعا يشوفوا المشكله ايه، لو انا طبعا الغلطانه ممكن يراجعوني انا، لو هو اللي غلطان طبعا برضه هيبقى في مبدا ان الضرب ده اصلا اهانه للمراه، ما ينفعش ان واحد ياخد واحده هنا يعني. والله اهلي كانوا بيقولوا لي، ما بيزعقوا له طبعا بس مش قدامي، وبعد كده كانوا بيقولوا لي عيش، ما عادي اي راجل عادي لما بيتضايق بيضرب مراته. هسيبه لحد ما يهدى، بعد كده هشوف ايه السبب اللي هو ضربني عشانه. اكيد هيكون في موقف طبعا، يعني مش مفيش حد بيدي بنته لحد او عامه بيامنوا عليها الا لو هو متاكد ان الشخص ده هيحافظ عليها، يعني والا ما كانش هيديها له. فلو حصل اي تطول او اي موقف لازم يكون في موقف حازم يعني.